بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. هذه الآية الكريمة جاءت بعد معركة الإيذاء لله والإيذاء لرسوله والإيذاء للمؤمنين من الذين لا يؤمنون بالسماء ولا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالبلاغ عن الله. وهؤلاء حين يؤذون لا يؤذون إلا أنفسهم، لأن إيذاءهم لن يصل إلى الله، وإنما إيذاؤهم لله أن يعصوا ما أمر به، وهو يحب لهم الخير لأنه خلقهم. إذن فإيذاؤهم لنفوسهم يعتبر كأنه إيذاء لمن يريد بهم الخير، وإيذاؤهم لرسول الله لأنه هو البلاغ عن الله المؤيد بالمعجزة، وإيذاؤهم لرسول الله أخذ مواقف شتى. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، يعني رجل سماع ودني، فيرد الله عليهم ويقول هو أذن صحيح ولكنه أذن خير، يستمع لمنهج السماء ليبلغه لأهل الأرض ليسعدوا أنفسهم بحسن حركة الحياة، ويؤذون رسول الله في أهله، ويؤذون رسول الله حين يسلمون عليه فيقولون السلام عليك، ويؤذون رسول الله في أن يتعرضوا لذاته الشريفة بالإيذاء بما يتأبى عنه أي إنسان كريم، ومع ذلك يصبر رسول الله. ويؤذون المؤمنون في أنفسهم وفي أعراضهم وفي أموالهم وبذلك يظلمون. وللإيذاء فلسفة مخصوصة حتى لا يثبت على الإيمان إلا الذي يصبر على ذلك الإيذاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ما الذي يدلني على صدقك في الإيمان إلا أنك تؤذى فيه وتصر على الإيمان؟ ولو أن المسألة كلام يقال. ولذلك حينما امتنع كبراء قريش عن قولهم بالشهادة لا إله إلا الله، هم أهل فصاحة وأهل بلاغة وأهل تلق للأساليب بما تفيده الأساليب، فهم يعلمون أن كلمة لا إله إلا الله ليست كلمة تقال، وإنما كلمة لها مطلوب، وأنه لا سيادة إلا لله فما قالوهاش. يبقى إذن عدم قولهم لا لأنهم إيه؟ فهموها جيدا، وأنهم إذا قالوا لا إله إلا الله فلا سلطان لأحد ولا رأي لأحد إلا مين؟ إلا الله. إذن فالذين يؤذون الله، يؤذون رسول الله، يؤذون المؤمنين، هؤلاء أدوات التمحيص للإيمان. فإذا ثبت رسول الله مع الإيذاء وثبت المؤمنون مع الإيذاء دل على ذلك، على أنهم قارنوا بين إيذاء من بشر له قدرة محدودة وبين إيذاء من الله في يوم لا يمكن أن يفروا منه أبدا. فقرنوا المسألة فوجدوا لا، نصبر على الأذى ده أحسن. ليه؟ لأنه حيحمينا من أذى آخر. ولذلك قلنا أن الله ضرب على متن جهنم الصراط الذي نمر عليه جميعا، لازم نمر عليها كده. ليه؟ قال لك علشان نعرف كيف نجانا الإيمان من سعير هذه النار. فإذا مرينا عليها وشفناها تستعر كده وتقول هل من مزيد، وهلا نقوم نقول يا سلام بقى الإيمان عمل فينا هذه الجميل ده وأدي نجانا من هذا. فمن زحزح عن النار وبعدين أدخل الجنة فقد فاز. يبقى إذن الإيذاء له فلسفة مقصودة. والله سبحانه وتعالى كان من الممكن أن يأخذ هؤلاء أخذ عزيز مقتدر
كما أخذ قوم نوح بالطوفان، وكما أخذ قوم فرعون بالغرق، وكما أخذ قارون بالزلزلة وبقذف الأرض. من الممكن، لكن الله يريد أن يعذب هؤلاء بأيدي المؤمنين وبأيدي رسول الله، لأنها لو حصلت ربما قالوا آية كونية، زلزال حدث، بركان حدث، صاعقة نزلت علينا. لا، ده هو عايز التعذيب يكون بمين. ولذلك يقول الحق قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. أنا مش في حاجة على أن أنتوا تعذبوني، إنما أنا عايز يبقى العذاب من مين؟ منكم لهم، عشان ما يتهموهاش في أنها ظاهرة كونية أو ظاهرة طبيعية أو دي بعيدة عن الإيه؟ عن المنهج. حينما آذوا الله سبحانه وتعالى يصبر رسوله فيقول فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك يبقى إلينا يرجعون، تشوفهم في الآخر. يبقى إذن الرد على الإيذاء نوعان، نوع أن ينصر الله رسوله عليهم، ولذلك لما بشرهم قال سيهزم الجمع ويولون الدبر. الله، وقد حدث. هم يزيدوا يقول لك يا محمد العرب اجتمعوا عليه واجتمعت القبائل ويأتون في الأسبوع ده عشان يخرجوا محمد من المدينة. السرية التي أرسلها رسول محمد ده إلى المكان الفلاني قتلت عن آخرها، أهم دول المرجفون في المدينة. المرجف هو زي ما نقول إحنا الطابور الإيه؟ الطابور الخامس. فربنا قال لئن لم ينتهي الإيه؟ لئن لم ينتهي الإيه؟ المنافقون والمشركون والذين في قلوبهم مرض إما هتش لنغرينك بهم، نغرينك بقى، نسلطك أنت عليهم بقى، قاتلوهم يعذبهم الله بإيه؟ بأيديهم. لنغرينك ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، أي المدة التي يتمكنون فيها من لم أمتعتهم وعزلهم علشان إيه؟ يخرجوا. فبعد أن ذكر الله هذا ذكر شيئا آخر، وهو أن هذا الإيذاء له رد أخروي، وهو حين تقوم الساعة. فقال يسألك الناس عن الساعة. السؤال الذي سئله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متوجها إلى أمرين. الأمر الأول إعجازه، لأنهم كانوا يعلمون من كتبهم ومن إخبار أنبيائهم بعض الأشياء، فيريدون أن يحرجوا محمدا بالسؤال عنها. ولكن الله كان يعلم محمدا، كنهم يسألوه على أشياء وهم يعلمون أنه أمي لم يقرأ كتابا ولم يجلس إلى معلم، فهم واثقين أنهم لما يسألوا عن حاجة في كتبهم أو قالوها العلماء مش هيعرفها، لأنهم بشهادتهم لم يجلس إلى معلم ولم يقرأ كتاب. فلما يسألوه ذلك يجيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم بمنطق ربه الذي يعلم الحقائق كلها، يدنيشوا ولذلك يتحككوا في أي حاجة. لما سألوا عن أهل الكهف وبعد ذلك قال إيه؟ قعدوا في الكهف في 300 سنة وازدادوا 9. هم يتمحكوا يقول لا احنا ما نعرفش 9 دي، احنا ما نعرفش الا 300 سنة. يبقى احنا صدقنا في 300، التكذيب في ايه؟ في صدق. زادوا 9. هم جهلوا ان توقيت المناسك الالهية في الدين انما تخضع للتقويم الهلالي. ليه؟ لان الشمس مقتضى ما تعطيك انها بدء اليوم وانتهاءه، انما ما تعرفش النهارده اول الشهر ولا اخر الشهر، ما تعرفش الكلام ده. لكن التوقيت العربي اللي بالهلال له علامه مميزه كونيه، ان الهلال يطلع كده بعد ما كان غايب يطلع قد كده، يبقى اذا لها علامه ايه؟ مميزه. واذا ما نظرنا الى مقارنه الشهر الهلالي بالشهر الميلادي اللي احنا بنقول عليه، نقوم نجد ان كل سنه هجريه اصح 11 يوم عن السنه الشمسيه. لما تحسب النقص ده والزيادة وتجمعهم في 300 سنة تقوم تلاقيها هي الايه؟ هي 9. الله، الحق. ولذلك شوف التعبير الأدائي، ولبسوا في كهفهم 300 سنين والسلف 100 ازدادوا 9، مش هي اصلها 309، لا هي برضو ايه؟ هي 300، بس ال 300 دي تمطم بقوا ايه؟ يبقى الزيادة من نفس الايه؟ من نفس ال 300.
وما دام النفس ال 300 ده هي يبقى كن ده انت بتحسبها ميلاد شمسي واحنا بنحسبها ايه لان النسب كله بالايه بالايه بالهجري. الحته اللي كانوا عايزين يعرفوها احنا نبهناهم، كانوا يريدون تجهيل محمد فنبههم الله على انهم هم الايه الجهل. طب لما تيجي يا بتوع موسى اللي بتسالوا الاسئله دي، طب ما انتم وعدنا موسى ايه 30 ليله 30 ليله واتممناها بعشر فتم كتب بايه بالهلال. طب اذا انتوا التوقيتات العباديه عندكم برضو بالهلال، ما تجيبليش بقى 300 سنه وتقول انا اللي عارفها مش عارف ايه، لان انت بتجيبها ميلادي واحنا بنجيبها ايه. اذا فقول الله وازداده دليل على اعجاز ادائي بليغ يدل على ان التسع سنين انما جاءوا لا بزياده على 300 ولكن من نفس ايه من نفس الايه 300. طيب ومره يسالوه عن ان واحد جوال في البلاد ذي القرنين ويسالونك عن ذي القرنين، ايه النبي يجاوبهم عليه؟ يسالونك عن الروح، قل الروح من امر ربي وما اوتيتم عن العلم من العلم الا ايه الكلام ده عندهم. طب جابوا منين دي؟ ده ما قعدش على معلم ولا اي حاجه. يبقى معناه انه ان الله يريد ان يلفتهم ان تعليمه من الله، ولذلك كانت الاميه في رسول الله شرفا له، لان اللي مش امي معناها ايه؟ انه خد علم من البشر، علمه القرايه والكتابه وعلمه شويه معلومات، يبقى مين اللي علمه؟ يبقى اخذ علمه من البشر. ولكن ام زي ما ولدتم، كما قال الله والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، وبعدين جعل لكم السمع والابصار اللي هي ادوات الايه المعنى. يبقى امي بالنسبه للرسول شرف له، لان معناه انه لم ياخذ من احد من الدنيا معلومه، وانما كل علمه من العالم الاعلى وهو الحق سبحانه. وكذلك الامه اللي نزل فيها يقال امه اميه، هذا شرف لها. ليه؟ لان لو انها مش امه اميه زي ما قلنا يمكن كانوا ده قفزه حضاريه، لا اهي امه اميه ولا قال الامه الاميه اللي كل قبيله لها قانون، كل قبيله لها رئيس، ما فيش قبيله تثني كلمه على قبيله ثانيه، كلها أجمعون نظاما يشمل الدنيا كلها إلى أن تقوم الساعة. الناس دول يعملوها ازاي؟ منين دي تيجي؟ ده لازم من إله حق. يبقى الأمية فيهم إيه؟ شرف. وعجزهم عن متابعة القرآن ومحاجته، العجز نفسه شرف لهم. ليه؟ أم قال لك الناس بتاخد على إنهم عجزهم وإنهم وإنهم، لا ده كون الله يتحداهم، انما يتحدى الانسان يتحدى العظيم في اي ناحيه من النواحي، انما تيجي الواحد ما يعرفش وتتحداه ده كانه تحدي الله لهم بالقران، شهاده منه على انهم افصح العرب ولذلك افصح الخلق، ولذلك جاء لهم المعجزه من نفس الايه من نفس فصاحتهم واسلوبهم. ومره يسالوا عن الساعه لانهم ينكرونها، لمصلحتهم انهم ينكروها. ليه؟ لانه على زي ما بيقولوا عندنا في العام دايرين على حل شعرهم، مش عايزين ينعكموا في الاخر عشان تصرفاتهم، ولا ولغوا في اعراض الناس بجبروت وبشراسه وبظلم وبالاخ، يخافوا من الشعر. نقول له يا اخي خليك بالعقل كده، نبحثها بالعقل، بلاش ان ربنا قال، بالعقل كده. احنا عاصرنا من سنه 17 قيام الحزب الشيوعي في روسيا، حصل، وبعد ذلك اخذوا الاقطاعيين والراسماليين وعملوا فيهم ايه؟ مش خدوا منهم املاكهم وعذبوهم. طب خدت املاكهم جردتهم مما لهم، بتعذبهم اللي قال لك على ظلمهم السابق، اسيبهم كده على ظلمهم السابق. نقول له عاد اذن ما حظ القوم الذين لم تدركوهم انتم وقد ظلموا؟ قبلهم ناس كانوا ظلم، ايديكم ما طلت، انتوا طلتم المعاصرين لكم وخدتوا اموالهم وعذبتوهم، خلاص كده. طب واللي فاتوا قبل كده ولا طلتهم شيء؟ بالله لو ان واحد قال لك ده هرب، ده في واحد هربان وحدلك عليه، كنت تحمدها له ولا لا؟ تقول هاتوا ابن اللي هربان منا ده. طب واحد بيقول لك ده انا هجيب لك اللي مات مش اللي هربان وهحاسبه حساب تاني، يبقى بيعينك على مهمه الانتقام ولا ما بيعمكش؟ يبقى كان من الواجب أن يكون الشيوعون أول الناس إيمانا بالبعث،
لأن الذين فلتوا من أيديهم عشان ما عذبهمش لأنهم سبقوهم، ربنا بيقولهم أنا حجيب اللي ظلموا زمان دولي وححجبهم لكم في الآخر. كانوا يقولوا ده بيساعدنا ربنا ولا لا؟ يبقى إذن كان من الواجب أن يؤمنوا بمين؟ أن يؤمنوا بهذه البنة. شيء آخر، أنتم في حياتكم اللي جبتوها الشيوعية ولا الرأسمالية ولا حاجة، تضعون قوانين لأنفسكم أو لا تضعون؟ عشان تحكموا البشر دول تعمل لهم قوانين ولا لا؟ ما معنى القانون؟ القانون هو الذي يحدد ما للمواطن على المواطنين من حق وما له على المواطنين من واجب. هذا القانون اللي يتعدى عندي العقب ولا ما نعاقبوش. كل جماعة لها قانون عقوبة، وما دام قانون عقوبة يعني معناها ان في ناس بتبقى تخالف لازم نعاقبهم. طيب اللي بقى يقدر يداري عقوبته عن المجتمع يبقى اخذ حظه في الشراسة والظلم ولا ما خدش ولا مكناش منه؟ اهو كان المفروض بقى اننا نقول ده لازم في حد بقى يعرف الخبايا دي ويبقى بعدين يجيبهم ويحاسبهم. الله، إذن كل قضية لازم توحي بفطرية الايه الإيمان. تعال يقول لك ربنا خبير وعالم بما تسقط من ورقة ولا حب، ما هوش عارف ايه في الأرض إلا يعلمها. نقول له ده انت يا بشر بتعمل مخابرات عشان تعرف همس الناس ويمكن تسجل لهم. الله، علشان تعرف ايه؟ تعرف خبايا الناس الذين يحتالون في أن لا يراهم القانون. يبقى لازم كنت تعرف ان من فضل الله عليه انه علم هذه الخبايا، وان اللي يقدر ما يقدرش يخبح عنه عاجل لانك انت بتعملها. اذا فالدين كله كان من الواجب للشيوعيين انهم يعملوا ايه؟ انهم يسقفوا له، يقولوا يا سلام ده ادانا حق، ده هيجيب منا اللي شردوا اللي فاتوا قبل ما نجيبهم اللي مش عارف ايه، وهيعرف لنا الاخبار مش عارف ايه، واللي يحتط على الجريمه. اذا كان من الواجب، لكن هم لم يؤدوا حق الله وأسرفوا على أنفسهم فهم يخافون منه. ولذلك تجد في سورة الكهف يقول لك إيه؟ وما أظن الساعة إيه؟ من اللي قالها بقى؟ اللي ربنا اداله نعمة واداله مش عارف إيه واداله إيه واداله إيه، وبعدين بقى راجع فطرته تنبهت شوية، قال لك لا، ما قال لك ولا إن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. الله، إذن ففيه تكذيب بوجود الساعة، وبعدين إن كانت ممكن هيبقى لنا فينا إيه؟ هنبقى لنا كلام تاني، وربنا زي ما أكرمنا هنا يكرمنا إيه؟ يكرمنا هناك. نقول لا، ربنا يكرم هناك الذي أكرم نفسه بمنهجه هنا، ومن لم يكرم نفسه بمنهج الله هنا ما يمكنش ربنا يكرمه. الله، ولذلك إحنا مثلا تيجي يقول لك أنا دعيت ربنا لكذا ما حصلش، ودعيت ربنا لكذا، وخصوصا السيدات دعينا ودعينا. طيب تعالي يا ستي انت طلبت من الله ايه؟ كذا وكذا، والبنت ما اتجوزتش، والواد مش عارف فاشل، والمش عارف الايه، وجوزي انعوج عليا كلام ده. اه لا، طيب انت طلبت من ربنا كده اكتر خيرك، اللي عرفت ان ليك رب تفزعين اليه وقت الشده، فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا كتر خيرك. اذا لازم الذي يطلب ان يجيبه الله الى طلبه يسارع هو فيجيب الله إلى إيه، وبعد ذلك يعفو عن كثير ويعفو عن إيه. فإذا السؤال إما أن يكون سؤال ليتأكدوا أنها هتحصل، أدي واحدة، أو يستبطئوها وعايزينها تيجي دلوقتي. ومادة السؤال في القرآن مادة واسعة. ليه اتساعها؟ لأن احنا قلنا زمان أنهم قالوا لولا نزل هذا القرآن إيه؟ لا، جملة واحدة، يعني ينزل كتاب مستوي كده من الله. فربنا يرد الرد اللي ما يردش إلا رب، يقول كذلك يعني عملناه نجوم ورتلناه ترتيلة علشان ما نجيبوش كده مرة واحدة كده يبقى صعب عليكم، إنما نديها آية آية حدثة حدثة. والشيء إذا نزل وقت طلبك له يستقر في ذهنك. يمكن لو أعطيت الأشياء دي وحطتها في الدولاب، يمكن أنت لو جبت صيدلية وحطت فيها كل الأدوية وبعدين تعود أرسل أسبرين تعود تدور عليه، ويمكن يتوه منك هنا يمكن يتوه.
انما ساعه مرتك توجعك وتبعت تجيب قرص اسبرين قال لك ورتلناه ترتيلا. ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واكثر. الله، اذا كان القران ينزل جمله واحده، طب الاسئله دي كانت تيجي ازاي بقى؟ انما ترك الله ليه؟ ليسالهم، لان السؤال اما تحدي للرسول واما استزاده من احكام الله الذي انزلها على الرسول. فاذا نظرت مثلا يسالونك عن الخمر، عايزين يشوفوا رايهم فيها ايه. يسالونك عن المحيط، يسالونك عن الاهله، يسالونك ماذا ينفقون. هل الانسان يسال ما يحدد حركته ولا اذا لازمهم عاشقوا الايمان فاحبوا ان تبنى كل حياتهم على الايمان، عايزين يعملوا على حكم العاده، انما هم عايزين يعملوا على حكم الايه؟ العباده. ولذلك كثرت الاسئله في القران. حينما عرض هذه الاسئله مره يقول ويسالونك عن المحيط قل هو أزل. فكأن الرسول حينما سألوه عن المحيط لم يقل هو أزل، يمكن يبقى من عنده، قال لك لا ده ربنا قال لي قل، تقول دي من مدلول الله، أنا بقولها قل. ولذلك يقول لك يلا نحذف قل دي منه، قل هو الله أحد، ده هذا دليل على صدق الرسول في أن الحاجة دي مش عنده، ده هو زي ما ربنا قال له قال قل بقول. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. يسألونك ماذا ينفقون في آية ثانية قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. قل 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 الله. ولكن قل هذه مرة تبقى من غير الفه ومرة تبقى بالفه. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. خلاص ما جابش إيه فاء، جاب قل على طول. طيب لكن ويسألونك عن الجبال ما قالش قل ينسفها ربي نسفا، قال ايه فقل. فكأن السؤال بدون الفاء، الجواب بدون الفاء، دليل على ان السؤال حصل الان وقد الجواب هو. لكن السؤال اللي فيه الفاء دل على ان فيه شرط، اي ان سألوك في المستقبل عن الجبال فقل ينسفها ربي. يبقى اذا كل وحدها دليل على ان السؤال حدث، لكن لما يقول فقل اي ان سالوك فقل، يبقى جاب سؤال منهم واقع، انما سؤال لسه حي ايه. طيب والذي يدل على صدق الله فيما قال انهم سالوه، ما دام سالوه يبقى ربنا قال له اذا سئلت يعني فقل هذا، يبقى دل على ان السؤال اللي انتوا قلتوه جيد، وانا هقول لكم على اللي بعدين هتسالوه. كان من الممكن لمن يعارض ان لا يسال، يقول هو قال إذا سألوك فقل، ما سألناش ولا قلنا حاجة، إنما لازم يقوله. ليه؟ لأن الله لا نقض في علمه. مش ممكن لا نقض في علمه، انتهت المسألة، حيقولوا قولوا واصب عنهم. ولذلك احنا قلنا زمان في قول الحق سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبت يدا أبي لهب وتب، معنى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما سيصلى نارا، يبقى حكم بأن آخرته لا كفر، مش هيؤمن، مع أن في صناديد أشد من أبي لهب وآمنوا برسول الله. عمر آمن يا أخي، عمرو بن العاص آمن، خالد بن الوليد آمن. طب كان من الممكن أن هي برضو إيه يؤمن، لكن الذي قال أنه لا يؤمن عارف أنه مش ممكن حيركب رأسه وحيفضل، وأنذره بأنه سيصلى. يبقى معنى طب بالله لو ابو لهب ده كان عنده شويه ذكاء عشان تعرف ان الشرك غباء، ما كانش يجي في وسط المحفل كده ويقول ايه اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، لو كذب. وبعدين لما يشهد ان لا اله الا الله ادينا قلتها هو ولا اشخاص لا نارا ذات ايه، يبقى بده يكذب مين؟ يكذب القران. لكن لم يقلها مع انه مقتار في ان يقولها ومع ان غيره قالها. الله، يبقى ده دليل على ايه؟ دليل على ان الكلام جاي من مين؟ من الله. وما دام الله ما فيش استدراك لحدث في الكون على ما يقوله الله، ولو كان باختياره، ولو كان باختياره. طيب مره لجت الفه ولجت قل،
في آية واحدة في كتاب الله: وإذا سألك عبادي عني، لم يقل قل إني قريب، ولم يقل فقل فإني قريب، لا قال دي ولا قال دي، لا بقول ولا بالإيه ولا بالفي. ليه؟ أم قال لك لأنهم حينما سألوا عن الله وذاته، الله سبحانه وتعالى جعل الجواب منه مباشرة لهم بدون وساطة محمد صلى الله عليه وسلم، جاوبهم هو، قال دي ما تمرش عليك يا سيدي، انا هقول لهم انا. الله، يبقى الجواب عن محمد يمكن يبقى يكذب فيه، انما ايه؟ واساليب مختلفه متعدده، كل اسلوب له ايه؟ كل اسلوب له ايه؟ مغزى. هات بقى سؤال عن الساعه، ادي كلمه السؤال وفناها. طيب الساعه هي ايه؟ ما هي الساعه؟ نشوف كده. الساعه حين نطلقها في هذا العصر تطلق على الآلة التي تحدد أجزاء النهار بالسوية وأجزاء الليل، الآلة بتاعتنا دي سميناها إيه؟ ساعة. وخدنا الساعة اللي هو الجزء اللي الأقرب إلى الليل وإلى النهار، إنما دلوقتي عرفنا الدقيقة ولا ما عرفناهاش؟ وعرفنا الثانية ولا ما عرفناهاش؟ وعرفنا جزء المتعرف، لكن كلمة الساعة بقت منصرفة إلى إيه؟ سمعنا يعني البشر حينما سموا هذه ساعة، الله ازاي سموها ساعة؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى سرق فطرة البشر منهم عشان يدلهم على ان الساعة اللي انتم منتظرينها هي آلة مواقيتكم في الحركة. ولذلك الدقات دي زي شوق ما قال، الدقات دي بتنبه الى ايه؟ انها دايرة. وبعدين يا ترى الدقه دي كل دقيقه، يا ترى الدقه كل سنه. ولذلك قال: دقات قلب المرء قائله له ان الحياه دقائق وثواني. ولذلك تجد ان الساعه بس قال لك ويوم تقوم الساعه، مش الساعه بس عند ربنا اللي هي قيام الساعه، لا، والمراد بها آلة زمنكم، يقسم المجرمون ما لبسوا غير ساعه. الساعه ايه بقى؟ طب الساعة دي كالقيامة، والساعة التانية ايه؟ اللي هي آلة الزمن، اللي هي ايه؟ وتيجي بقى علشان تعرف انها ان الزمن له ليل ونهار وبعدين اسبوع وبعدين شهر وبعدين ايه؟ وبعدين سنة. كويس قوي. نقول له طيب تعالى بقى، الحق سبحانه وتعالى يديك ان الساعة دي اللي انت بتقول عليها الساعة كذا والساعة كذا دي تدل على جزء من نهار او ليل بالتساوي، زي ما كانت المزولة زمان بتعملها. كانت المزولة بإيه؟ قبل ما نعمل ما نخترع الساعة، وأول ما نخترع الساعة العرب هم اللي جابوا ساعة وبتدق بالماء، دقاقة بالإيه؟ يعني جاب صفيحة كده وخرقها خرق، وخلى الخرق ده ينقط على آلة كده تتحرك، كل ما تنزل نقطة تلف لفة، كل ما تنزل نقطة. يبقى أدي العرب اللي هم، أدي العرب اللي عملوا الإيه؟ طب وهم حريصين ليه على الساعة؟ قال لي لأن عندهم عبادات موقوتة، فحرصهم على العبادات الموقوتة خلهم يفكروا في أنهم يعملوا إيه. ولذلك برضو ربنا يقول إيه؟ كأن لم يلبسوا إلا ساعة من نهار، أكن الساعة جزء من، وما في الساعة أكبر من ساعة، يبقى لازم جزء إيه؟ جزء متساوي. يبقى إذا الحق سبحانه وتعالى ليسألك الناس عن الساعة أتوجد أو لا توجد، أدي واحدة. طب وإذا كانت توجد ما تيجي ترى؟ قال له يستعجلك بها الذين لا يؤمنون بها، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الإيه؟ من الصادقين. إنما الذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، مشفقون منها ويعلمون أنها الإيه؟ أنها الحق. الله سبحانه وتعالى يقول: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبسوا غير ساعة، وكأن لم يلبسوا إلا ساعة من نهار. يبقى جمع بين الساعة اللي هي الفاصلة بالقيامة وبين الساعة اللي هي جزء الإيه؟ جزء من النهار وجزء من الإيه؟ من الزمن. الحق سبحانه وتعالى تكلم عن هذه المسألة في آيتين. هنا آية، هنا يسألك الناس عن إيه؟ الساعة. وما يدريك لعل الساعة إيه؟ تكون إيه؟ قريبة.
في سورة الشورى. قل إنما علمها عند الله. كويس كده. في سورة الشورى: وما يدريك لعل الساعة قريب. مش تكون قريبة، أدي أسلوبين في سورة الشورى. يقول إيه؟ وما يدريك لعل الساعة إيه؟ قريب. نقول له الله الساعة. طب دي الساعة فيها حرف التأنيث أهو، وقريب دي بتاعت. قال لك لا، لأن المراد بالساعة وقت قيامها. وما يدريك إيه؟ لعل الساعة، يعني وقت الساعة يكون إيه؟ يكون قريب. إنما هنا تكون قريبة. ومرة السؤال يكون عن أصل الوجود، ومرة يكون السؤال عن شيء تابع لأصل الوجود. لك احنا قلنا زمان لما كنا بندرس في اللغة، يقول لك ايه؟ كان فعل مض ايه؟ ناقص، مش كده؟ يرفع المبتدأ وينصب الايه؟ ينصب الخبر. وقد تكون تامة، زي وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ايه الفرق بين الاثنين؟ شو ما دي لها ايه خبر واسمه دي ملهاش. هم قال لك ان اردت الوجود الاول بقت تامة، ان كان ذو عسرة، ان وجد ذو عسرة. لكن ان اردت وجودا ثانيا طارئا على الوجود تبقى دي ناقصة. ازاي؟ تقول كان زيد مجتهدا، اي في الماضي. يبقى انت ما بتتكلمش عن الوجود، بتتكلم عن حاجة تانية طرأت على الوجود وهو اجتهاده. ولذلك قلنا دي تبقى ناقصة. ليه؟ لأن الفعل عايزين يدل على زمن، هذا الزمن اللي هو بيحصل فيه الايه؟ الحدث، وعلى الحدث. فلما تقول كان زيد مجتهدا، لو كنت انت تريد اخبار عن وجود ثاني مش الوجود الاول، كنت تقول ايه؟ كان الله ولا شيء معه. كان الله ايه؟ قال لك لا، ده الوجود الاعلى بقى، كان الله. انما تيجي تقول وكان الله ايه؟ غفورا، يبقى نشأ عن الوجود صفة تانية. يبقى اذا لما تحب تنشأ الوجود الاول وكان الله ولا شيء معه، هذا الوجود الاول. وبعدين كان الله غفورا رحيم، لان ليه صفة له، لما يوجد اللي يغفر له يبقى غفور الله. يبقى اذا دي نقول عليه كان فعل مض ناقص، يعني يدل على زمن ولا حدث معه. نقوم عايزين الخبر عشان يجيب الحدث. كان زيد مجتهدا، كانك قلت اجتهد زيد في الزمن الماضي. خلاص كده. هنا بقى الساعه انت بتنكرها وجودا ولا انت مؤمن بها وعايز بس الوقت بتاعها؟ يبقى مره تيجي كده ومره تيجي ايه ومره تيجي كده. هنا بقى كلمة وما يدريك، الدراية الإعلام. ولذلك يقول لك انت دريت فلان، دريته بالموضوع الفلاني، يعني ايه؟ يعني اعلمته به. وفيه في علم الأصول شيء اسمه دراية وشيء اسمه رواية. ازاي؟ الفقيه مثلا الذي يحفظ القرآن بالسبعة ويمكن بالعشرة ويمكن بال14، لكن لما تسأله في آية مش مطلوب منه يعرفها. يبقى يعرف القرآن رواية بس، ما تسألوش عن حاجة أكتر من كده. إنما اللي يقعد بقى يفسر فيه يقول لك اللفظ ده كذا، يبقى يعرف القرآن إيه؟ دراية. يبقى الدراية علم بالتفصيل، الرواية علم بالإجمال الكلي بس. ولذلك من حكمة الله إن ربنا خصص ناس اسمهم حفظة الكتاب، ولا يخليهمش حتى من العلماء. نادر اللي يبقى من العلماء ويعمل الحكاية دي. ليه؟ أم قال لك لأن اللي ما يعرفش علم ساعة ما يقرأ آية وينسى كلمة يقف، لكن لما يكون عالم يمكن يجيب كلمة يعني إيه قريبة كده منها ويمشيها. مثلا افرض يقول لك فتبينوا، يقول لك فتثبتوا مثلا، قال لك اه. اذا من عظمه القران ان اللي يتكفل بحفظه لازم ما يكونش علمه الا روايه، حتى اذا غاب عنه لفظ يعمل ايه؟ يقف، ما يقدرش يجيب غيره. انما العالم يمكن ايه؟ يمكن يتصرف ويجيب ايه؟ ويجيب حاجه ثانيه. طيب على الاول
هنا وما يدريك، ساعة ما يقول ربنا وما يدريك فأنه لا وسيلة إلى أن إيه حد يدرك به أبدا. ولذلك هناك وما يدريك لعله إيه يتزكى، والآية الثانية وما يدريك لعل الساعة إيه قريب. يبقى ما يدريك ما حدش إيه يقول له. طب وما أدراك؟ ما أدراك تدل على أنه نفى أن يعلمه أحد قبل الآن، إنما من الممكن أن نعلمه نقوله ثاني. سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ ما حدش قال له عليها دي أبدا قبل كده، إنما هقول لك عليها. يبقى ما أدراك تدل على أنه إلى الآن لم يعلم بها، لكن ربنا هيعلم. قال وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر. خلاص كده تعال. وإذا الرسل أقتت ليوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل، ويل يومئذ للمكذبين. يبقى ذراه ولا ما ذراهش؟ يبقى كلمة ما أدراك أي لم تعرف قبل الآن، ولكني أعرف، لكن ما يدريك ولا بعد الآن ولا الآن هتعرف، دي هتفضل إيه غيب. طب تقول لك الله، هناك مثلا الحاقة إيه وما أدراك، أي وما أدراك ما الحاقة؟ يقول لك كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما الله. طب القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الله. طب يجي يقول لك فك رقبة فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعامه. طيب هناك بقى هيقول لك وأما من خفت موازينه فأمه هي، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. يبقى بيعرفنا بقى ولا لا؟ وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك يوم لا تملك نفس لإيه؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. يبقى ساعة ما تسمع أدراك يبقى يعرف أنه هيقول له عليه، إنما يدريك مش هيقول له. ليه ما بيقول له شيء؟ ليه؟ أم قال لك لأن الإبهام قد يكون أوضح البيان. الإبهام أوضح من الإيه؟ بيان. إزاي؟ قال لك ساعة يبهم الله ساعة الموت بالنسبة لنا، ما نقولش أبهمه، ده خلاني أفهمه في كل دقيقة. ما دام ما أعرفش الأجل بتاعي إمتى يبقى إيه؟ أتوقعه في أي لحظة. يبقى أبهم ولا وضح؟ ده هو أبهم، إنما عشان إيه؟ عشان يوضح. كذلك لما يجي يبهم ليلة القدر في العشر الأواخر، قال لك أنا مش عايزك إيه تاخد ليلة القدر وتعبدها على أنك تاخد خير ليلة القدر، أنا عايزك تاخد العبادة في ذاته فتخليها سايحة كده في العشر أيام عشان تعبد الليلة والليلة 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 فتكتسب ثواب العبادة. الله، إذا مرة يكون الإبهام إيه أوضح إيه البيان. كذلك الساعة يخفيها الحق سبحانه وتعالى عشان إيه أتنظرها في أي وقت، فأخاف أن تقوم الساعة وأنا على معصية لربي. يبقى بينها ولا ما بينهاش؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى قال ولكن أنا أعمل لها لطفا بكم، أعمل لها علامات، علامات صغرى وعلامات إيه والعلامات الإيه الكبرى. هناك في آية إيه إن الساعة آتية لا أكاد أخفيها، أكاد أي أقرب، إنني إيه أخفيها. إحنا قلنا أخفى معناها همزة إزالة، يعني يزيل خفاءها، لأن مرة يجيب الهمزة لإزالة الخفاء زي أعجم الكتاب، أعجم الكتاب أزال عجمته، يبقى اسمها همزة الإيه الإزالة. المعاجم اللي إحنا بنشوفها في اللغة دي بنسميها إيه معجم. طب هي بتعمل إيه؟ بتقول لي معنى اللفظ ده كذا ومعنى اللفظ ده. يبقى أعجمه يعني إيه؟ أزال عجمته. وبرضه في التضعيف لما نيجي نقول قشرت البرتقالة، يعني إيه قشرت البرتقالة؟ أزلت قشرتها. يبقى فيها اسمها إيه إزالة. إن الساعة آتية أكاد أخفيها، يعني بقت قريبة لدرجة أنني إيه هأزيل الإيه الخفاء بتاعها بإيه؟ بالعلامات الصغرى أو العلامات الإيه؟ أو العلامات الإيه؟ والعلامات الكبرى.
إذن فالإبهام قد يكون مقصدا من مقاصد البليغ. ليه؟ عشان يشيع الحكم في كل زمن ولا يجعله خاص بزمن. لأن لو ربنا اداني عمر كده مثلا كذا سنة أقول أدينا أخذ راحت كده وقبل الموت أبقى إيه أبقى توب، ولا يقول لك لا يا أخوة توقعوا. ولذلك لم يجعل الله للموت سببا، والموت من دون أسباب هو السبب. مات لأنه يموت، مات لأنه إيه يموت. ولذلك شوق الله برضو رحمه لما يقول إيه في الموت ما أعيا وفي أسبابه كل امرئ رهن بطي كتابه. أسد يعني الموت إيه أسد لعمره، من يموت بظفره عند اللقاء كمن يموت بنابه، يهبشك بظوافره ولا إنما عنك فكل طب نافع. يقول لك خد إسبرينة أو لم ينم فالطب من أذنابه. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك، محدش هيقول لك عليها ولا أنا حتى مش هقول لك عليها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فإن كان يظن على الخلق جميعا أن يقول لهم فقد ظن على حبيبه، ولو كان هيقول كان قال له هو، ولو يقولها له يقول له اكتمها عني خلاها يعني أبدا ولا أدري أخرى. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، كلمة قريب قلنا المراد بها الوقت. وما يدريك لعل الساعة أي إيه يكون وقتها إيه قريب، أو فعيل عند اللغويين يستوي فيه المذكر والمؤنث الاثنين يبقوا قد بعض. ولذلك يقول لك والملائكة بعد ذلك ظهير، والملائكة بعد ذلك إيه ظهير. يبقى فعيل يشترك فيها مين المذكر والإيه والمؤنث. إن الله لعن الكافرين، لعنهم أي طردهم من رحمته. اللعن هو الطرد والإبعاد، وأعد لهم ساعة. طب الطرد والإبعاد ده في الدنيا، وأعد لهم إيه سعيرا، يعني نار إيه؟ تستعر وتتأجج كده وتتوهج اللي هتقول إيه يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، هاتهم ولاد الإيد هي مش شوقة لهم، هاتهم هل من مزيد. خالدين فيها أبدا، ديا كلمة خالدين يعني ماكسين، الخلود والمكس طويل. كلمة أبدا يعني يبقى معناها ما فيش زحزحة بقى. كان بعض العلماء يقول إن آيات الجنة كلها خالدين فيها أبدا، ولكن بالنسبة للكفار ما يقولش خالدين فيها ولا يجيبش أبدا. نقول له لا، أنت ما استقرأتش كويس. القرآن جاء بأبدا في آيتين، هذه الآية التي نحن بصددها، وآية أخرى ومن يعص الله ورسوله في سورة الجن، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. يبقى الأبدية ربنا عبر عنها في موضعين اثنين بالنسبة للكفار، لكن الأبدية بالنسبة للمؤمنين دائما. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.